مثل ما تشوفوا يا اخواني، هاي المياه الطيبة ما شاء الله، المنظر جميل، صوت المياه. نعم نفس الشيء مثل ما تشوفوا يا اخوان، هنا المناظر او المكان جميل للجلوس والاستمتاع بالاشجار والنخيل الجميلة، يعني مثل زيارة كرحلة للعائلات والأصدقاء والربع، مكان جميل تبصدي بعيد عن الضوضاء وبعيد عن عالم الإلكترونيات. المكان جميل ونقي وهواء نقي وصوت المياه ما شاء الله.
هذه طبعا منطقة رحب ولاية لواء.